عبرانيين 11. وأما الإيمان فهو التأكد من اللي عندنا أمل فيه، والتأكد من مواضيع ما تتشافش، لأنه بده اتشاهد لبتوع زمان. بالإيمان نفهم إن العالم اتعمل بإتقان من خلال كلمة الله، لدرجة إن العالم اللي يتشاف اتكون من حاجات ما تتشافش. من خلال الإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أحسن من قايين، فبيه اتشهد له إنه صالح لأن الله شهد للقربين بتاعته، وبيه ولو مات لسه بيتكلم. من خلال الإيمان اتنقل أخنوخ عشان ما يشوفش الموت، وما توجدش لأن الله نقله، عشان قبل ما يتنقل شهد له بأنه أرضى الله. ولكن من غير إيمان مش ممكن إرضائه، لأنه لازم إن اللي يجي لله يآمن بأنه موجود وأنه بيجازي اللي يطلبوه. من خلال الإيمان نوح لما توحاله على مواضيع ما تشافتش لسه خاف، فبنى فلك عشان إنقاذ بيته، فبيه حكم على العالم وبقى وارث للصلاح اللي حسب الإيمان. من خلال الإيمان إبراهيم لما اتندى سمع الكلام بأنه يخرج للمكان اللي كان راح ياخده ورث، فخرج وهو مش عارف لفين يجي. من خلال الإيمان اتغرب في أرض الوعد كأنها غريبة، وهو ساكن في خيام مع إسحاق ويعقوب اللي ورثين معاه للوعد ده نفسه، لأنه كان بيستنى المدينة اللي ليها الأساسات اللي صنعها وبنيها الله. من خلال الإيمان سر نفسها كمان، خدت قدرة على عمل خلفة، وبعد وقت السن خلفت عشان حسبت الوعد صادق. عشان كده اتولد كمان من واحد ودهم من ميت، زي نجوم السماء في الكترة وزي الرمل اللي على شط البحر اللي ما يتعدش. في الإيمان مات دول كلهم وهم ما خدوش المواعيد، لكن من بعيد شافوها وصدقوها ورحبوا بيها واعترفوا بأنهم غرباء وضيوف على الأرض، لأن اللي بيقولوا زي كده بيبينوا أنهم بيدوروا على بلد. فلو افتكروا ده اللي خرجوا منه كان يبقى ليهم فرصة للرجوع، ولكن دلوقتي عايزين بلد أحسن، يعني بتاعت السماء. عشان كده ما يتكسفش بيهم الله أنه يتسمى إلههم، لأنه جهز لهم مدينة. من خلال الإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو متجرب، قدم اللي قبل الوعود ابنه الوحيد اللي اتقال له انه من خلال اسحاق تتسمى ليه خلفة، عشان حسب ان الله يقدر يقوم من وسط الميتين كمان، وبكده كمان بصورة رمزية خد تاني ابنه من الموت. من خلال الايمان اسحاق بارك يعقوب وعيسو من ناحية مواضيع راح تحصل. من خلال الايمان يعقوب وقت موته بارك كل واحد من الولدين بتوع يوسف وسجد على راس العصاية بتاعته. من خلال الإيمان يوسف وقت موته اتكلم عن خروج ولاد إسرائيل ووصى من ناحية العظم بتاعه. من خلال الإيمان موسى بعد ما اتولد خفاء أبوه وأمه 3 أشهر لأنهم شافوا الصبي جميل وما خافوش من أمر الملك. من خلال الإيمان موسى لما كبر رفض أنه يتسمى ابن بنت فرعون، وفضل بالأولى أنه يتذل مع شعب الله على أن يبقى ليه استمتاع لشوية وقت بالخطية، وهو بيحسب عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان بيبص للمكافأة. من خلال الإيمان صب مصر مش خايف من زعل الملك، لأنه تقوى كأنه بيشوف الله اللي ما يتشافش. من خلال الإيمان عمل الفصح ورش الدم عشان ما يلمسهمش اللي ضيع الأبكار. من خلال الإيمان عدوا في البحر الأحمر زي ما في الأرض، الموضوع اللي لما ابتدى فيه المصريين غرقوا. من خلال الإيمان وقعت أسوار أريحة بعد ما تلف حواليها 7 أيام. من خلال الإيمان رحاب الزانية ما ضاعتش مع اللي ما بيسمعوش الكلام عشان قبلت الجاسوسين بسلام. وأقول إيه كمان، لأن الوقت ما يقضنيش لو اتكلمت عن جدعون وبراق وشمشون ويفتاح وداود وصمويل والأنبياء اللي من خلال الإيمان هزموا ممالك، عملوا صلاح، خدوا وعود، سدوا بق أسود، طفوا قوة النار، نجيوا من حد السيف، اتقوموا من ضعف، بقوا جداد في الحرب، هزموا جيوش غربة، خدت ستات الميتين بتوعهم من خلال قيامة، وغيرهم اتعذبوا وما قبلوش النجاة عشان ياخدوا قيامة أحسن، وغيرهم اتجربوا في تهزيق وجلد، بعدين في قيود كمان وحبس، اترجموا، اتنشروا، اتجربوا، ماتوا قتل بالسيف، لفوا في جلود غنم وجلود معيز، محتاجين، متصابين بديئات، متزلين. وهم ما كانش العالم يستاهلهم، تايهين في صحاري وجبال ومغارات وشقوق الارض. فدول كلهم مشهود ليهم بالايمان ما خدوش الوعد، عشان الله سبق فشاف لنا حاجه احسن
عشان ما يتكملوش من غيرنا.